المرأة بما ان معانا ناصرة كبيرة للمرأة معروفة لو سمحت. وعايزة تتكلم عن المرأة، وانت وعدتنا ان احنا نتكلم على زوجة بتحب زوجها. يلا بقى. هي حلم كل زوج، هي حلم كل زوج. هي أيوة اللي ده. انا تخيلتها هي واحدة حلم لكل زوج. في حاجة واحدة بتحب جوزها. ده موجود كتير جدا معانا والله، لسه كنت اقول لك مش مش موجوده. ده موجود جدا كتير معانا. اسالني انا. اتفضل حضرتك. اتفضل. هنشوف. فهي بتصحي الصبح وانا هقول لك الحقيقه بعد ما تخلص. فبتقول له ايه بقى؟ صباح الخير يا تاج راسي، صباح الخير يا تاج راسي، يا مالك كل احساسي، يا اهلي وعزوتي وناسي، صباحك نادي يا عمري، بدعوة حلوة من قلبي، خليك لينا يا حبي، ولا يخونك زمن قاسي، فطورك حالا اتحضر، وحمامك اهو تعطر، قوم يا غالي واتغندر، يا رايق انت يا راسي، كوتلك كل قمصانك، وعالترابيزة برفانك، وكل البيت صحي عشانك، يودعك وانت ماشي، هتيجي يا غالي من شغلك، تلاقي الحضن مستنيك، وشوق العمر بيناديك، واولادنا اهم حواليك، يميلوا يبوسوا في ايديك، وعالسفرة اشي مشمر واشي محمر واشي محاشي، وبعد الاكل لو حابب تنام حبة، يا سكر انت يا مربى، همس كلامنا يبقى سكوت، ونتحرك من غير صوت، عشان تنعم بنوم هادي، يا شخص مهم غير عادي، بقولها بكل إحساسي، يا تاج راسي، يا أهلي وعزوتي وناسي، يخليك لينا يا عمري، ولا يخونك زمن قاسي. الله الله الله، شايف ما سقفتش ولا ملفت؟ يا لهوي يا جدعان. طيب الله. السؤال اللي انا بساله على طول بعد القصيده ديت، هو مين اللي مثالي، الزوجه ديت ولا الزوج؟ انا هقول لك الزوج عشان خل لو سمحت بقى اديني فرصتي اللي احنا ما بنخلصش منها دي. انا يا جماعه لو سمحتوا، انا ماليش ما اطلعش مع دي، بتني فقرات ليها علاقه بالراجل والست. لا على فكره، هو لو الراجل، لا لو الراجل مثالي هيخلي الست تبقى بتخاف على مشاعره، بتخاف على احساسه، وبتمشي على طراطيف صوابعه وهو نايم. لا اللي يوصل ست للمرحله ديت بالظبط، يبقى هو انسان مثالي جدا، يبقى هو زوج 100% بجد. هو ده اللي انا دي حاجه لينا كويسه. يعني ايه عشان خاطر تقول له، يعني ايه عشان خاطر تقول له يا تاج راسي، وتقوم تحضر له فطاره، وتحط تكوي له هدومه، وتحط له البرفان، يعني لازم تكون هو يعني معيشه في ده طبيعي. هو كده يعني مش ده البيزكس. هو الصبح يصحى يعني يقول لها، لا ثواني يا استاذ دياب لو سمحت، يصحى الصبح كده يقول لها، ما يقولهاش اصلا صباح الخير، ويقول له صباح الخير يا حبيبي، هو صباح النور يا حبيبتي، الفطار جاهز، بس حياه طبيعيه عادي. فين الفطار؟ في رجاله بتصحى من النوم تقول لك فين الفطار؟ ما هو في فرق، في فرق بين ان انا اعمل فطار وبين ان اعمل فطار بحب. بحب. هو ده اللي انا اقصده، ان هو زوج مثالي جدا لدرجه ان هو وصلها ان هي تعمل كل حاجه بحب، وان هي تخليه بالنسبه لها تاج راسها، وده اعلى حاجه في المراه يعني. ايوه هو يعني ده اللي انا اقصده.